انت عطيته عطيتهم الوقت بارك الله لين كفاه ووفاه. لا اسمح لي فلاك فتطيتوا لكم انتوما. لا اسمح لي اسمح لي شوي. انت الدين انا هذه روايه اشكاليه حقيقيه. انت الفتوى نحن ذو في تواصل اكثر عندنا من المفتين الصور العلماء اللي حقوا لي الحياه مكبرات تحتهم تحتهم الاخلاق الحياه كبارات. قلت انا هم اللي كانوا قد عدلوا من الصور وننشروا معلم بديات ونكتبوا صوتوا للعلماء. هذا اللي عدل يا علماء السلطه هم اللي كتبوا صوتوا للعلماء وصادروا حق العلماء الاخرين. واللي انت تشير الى لائحه العلماء المعروفه. اسمح لي اسمح لي هذا كاملين كلهم كانوا وزير في الدوله الموريتانيه وكلهم الان من الاغلبيه وكلهم يتكلم في التلفزيون الوطني معطياله في الساعات. نحن رغم ان الصح حق موجودين في نقابه الائمه موجودين في النقابات كامله المجتمع الموريتاني عندنا ضوابط في خطابنا السياسي. انا ممنوع على اي نقابه صحفيه والله تعليميه والله غيرها تعلن تأييدها لحزب تواصل. هذه اوامرنا لافرادنا فيها عن هذه يالطه مهن تخدم المجتمع. انت كفرد منين تخرج منها مشي عدل السياسي. ممنوع عندنا رابطه الائمه تعلن عنهم اي ده حزب تواصل. والائمه ما نعيطوا لهم ونهينوهم ونسوقوهم في هذا النوع ده. حد حزب يعيط الائمه ويرشيهم يعطيهم في مكتب الوزير 4 ملايين ويعود الامام للشيخ العلماء يامس عندكم ماشيين بها كيفتي فعلا امراه عادت معاهم لا يخلق لها ويخلق لها ولا اله ويرجع اليوم الصبح يجي الحزب الثاني. هذا هو تميع العلماء وهذا هو تضييع قيمتهم. والحقيقه هنا يصبح العالم عباره عن للاسف روايه تابعه للسلطه وتابعه للاداره تعدل بها هذا هو امتهان العلماء. نحن رغم ان حزب سياسي وعدلنا الحمله ولاننا متبرئين مرجعيتنا الدينيه ومشرفتنا ومع ذلك ما استخدمناه للددو في السياسه. الوقت انتم تعرفوا عنه نقدر نستخدمه في السياسه اللي بغيناها خليناه هكاتي للمجتمع بمكانته. هو كان لي استجاب لكم اللي كنت تستخدم. تعرف انت عنه ليه استجاب انه يعرفها الاستاذ. ما حاكمه شيخ. الا من نعود لابد ان نستخدمه في السياسه نشوف يقول شيخنا لابد ان نتقدم ندير اللائحه الوطنيه. ونقدموه قبيل ونعود وحرجنا به الصحف حق العلماء تعرف عنه يا صرصر البازي فلا ديك صارخ. يا غير ما عدلنا. قعدنا وخلينا العلماء هك والأئمة هك والمساجد الهي وقعدنا نحن سياسيين عاديين. حد قال لنا شي خاسر ما خسر علي شي ولا يعود اطعان في مفتي ولا يعود اطعان في عاد. ووخضنا الخطاب الديني ايضا بين قوسين الديني معناه الغير. من هم الديوك؟ ها؟ لا ترى انه يعني وصف لا صعيب لا جدا ان تصل. لا ما وصف هذا كلام الادب سوى الاستاذ اديب. نحن نعرفه هذا المثل لكن لا هذا كلام الادب. ما دمنا نتحدث عن العلماء معناها فلا صارخ ونتوب. سوى كان عالم ولا انت قلت فلا ديك صارخ. لا هذا نص بيت. نحن نعرفه نص البيت لكن يا غير قلت لك النص الادبي. النص الادبي وخرص معناه ولا خرص الفاظ. يا صرصر البازي توف لا تدير قاع فلا صارخ فلا صارخ. اذا معناها الشيخ اللي يتكلم ذا العالم الكبير بحجم الشيخ الددو يلو عدل الحمله ورا ذاك لا يبقى العلماء اللور ورا ما ليش صارخون ما تلاقي يتحرك منهم صارخون بيقول لي راعي عالم ذا وقد احنا ذا كامل خايفين لعل نعودوا نبيضوا الفضه والله نسودوها ما عدلناه والله نبيضوا الفتوى والله نسودوها ما عدلناه.